أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من لم الشمل، والبداية بأبرز العناوين. قتلته على طريقة الشبيحة، منظمات حقوقية ودولية ترفع دعاوى لدى المحكمة الأوروبية ضد مرتزقة فاغنر الروسية في قضية تعذيب وإعدام سوري بطريقة وحشية. بالتهديد والتوقيف والمصادرة، بلدية الدكوانة في محافظة جبل لبنان تجبر اللاجئين السوريين على توقيع تعهد العودة إلى سوريا. نشاط جديد لعلاقات النظام القديمة، ناشطون سوريون يضغطون على كنيسة الرعية ويلغون ندوة تجمع داعمي الأسد من اليمين الفرنسي مع سوريين مؤيدين. كانت هذه أبرز الملفات التي سنناقشها، لكن نبدأ أولا بجولة سريعة على أهم الأخبار المحلية بنشرة أحوال. أهلا بكم. قتل العميد في جيش النظام المدعو مالك صالح على خلفية مواجهات بين خلايا تنظيم الدولة وقوات الأسد في البادية. تقارير محلية ذكرت أن صالح وعددا من عناصر النظام قتلوا خلال عمليات تمشيط أجروها ضد خلايا التنظيم في البادية، ويعرف الصالح بارتكابه مجازر في جسر الشغور بريف إدلب خلال فترة سيطرة جيش النظام عليها. أفادت تقارير محلية بسماع انفجارات متتالية في أرجاء دير الزور ناجمة عن احتراق عربة عسكرية وصهريج محمل بالمحروقات بالقرب من مستودع الأسلحة الروسية. التقارير أشارت إلى أن العربة كانت محملة بدخائر ومزودة بمضاد طيران، واشتعلت بظروف مجهولة بالقرب من المعهد التجاري بحي الجورة. المصادر أضافت أن انفجار الذخائر سبب احتراق صهريج ينقل المحروقات بالقرب من موقع العربة، مما تسبب بحريق ضخم تلاه استنفار أمني فرضته قوات النظام والميليشيات الموالية، ونشر عدد من الحواجز الطيارة في محيط المنطقة. أقدم عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام على اغتصاب امرأة وتعذيبها في ريف حمص الشمالي. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن المرأة تعرضت للاختطاف من قبل ميليشيا الدفاع الوطني أثناء توجهها لعملها في أحد الحقول الزراعية بمدينة تلبيسة، وجرى العثور عليها بعد يوم مرمية في الطريق، وتم إسعافها إلى أحد المراكز الطبية، حيث أشار التقرير الطبي إلى تعرضها للتعذيب والاغتصاب. لو أكدت الشبكة حصولها على العديد من التفاصيل حول الجريمة وتمكنها من تحديد هوية اثنين من مرتكبيها، أحدهما قيادي والآخر عنصر ضمن قوات الدفاع الوطني. أقدم شاب نازح في العقد الثالث من العمر على قتل نفسه عمدا في أحد مخيمات النازحين قرب بلدة قاح شمال إدلب. وقال مصدر محلي لبلد نيوز إن أهالي المخيم عثروا على الشاب منتحرا داخل خيمته، وإن أسباب الانتحار تعود لخلافات عائلية حصلت بين الشاب وزوجته، إضافة إلى ظروف الأحوال المعيشية والنزوح والعيش في المخيمات. هذا وأشار المصدر إلى أن الأهالي أبلغوا الجهات المعنية في المنطقة على الفور، وعملوا على نقل جثة الشاب إلى مقر الطبابة الشرعية في إدلب للكشف عن أسباب الوفاة ووقتها. تداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر اقتحام سيارة مسرعة لأحد المقاهي في شارع الأوقاف في اللاذقية ودهسها لعدد من الزبائن في أثناء جلوسهم في المقهى، ما أسفر عن إصابتهم ونقلهم إلى المشفى. نتابع.
أدخلت قوات مغاوير الثورة المدعومة من قبل قوات التحالف الدولي قافلة مساعدات لمخيم ركبان قادمة من الأراضي الأردنية للمرة الأولى منذ سيطرة قوات النظام على الجنوب السوري عام 2018. وقالت شبكة ركبان الإعلامية إن القافلة ضمت سيارات محملة بالطحين والأرز والغاز والسكر والزيت، هذا ويشهد المخيم حصارا خانقا منذ نحو شهرين، حيث أغلقت قوات النظام الطرق المؤدية للمخيم، كما منعت الأردن من تسهيل تقديم مساعدات إلى قاطن المخيم، ما أدى لانقطاع العديد من المواد الغذائية والأدوية. نشر المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن العام العامل في إدلب ضياء العمر نشر توضيحا حول اعتقال الطبيب محمد كلال العبدو بإدلب بعد اختفائه ومحاولة ذويه البحث عنه. وقال العمر إن العبدو اعتقل في 8 من حزيران الحالي في مدينة دانا بريف إدلب الشمالي للتحقيق معه، تنفيذا لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من النيابة العامة حول ما نصب إليه من معلومات وتفاصيل تخص تواصلاته المشبوهة مع جهات أمنية تابعة للنظام. وكان مكتب شؤون الجرحى والمفقودين قد نشر في نفس يوم اعتقال الطبيب أنه مفقود، ثم طلب كف البحث عنه بعد العثور عليه. أتاحت إدارة الهجرة التركية للأجانب من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة والإقامة السياحية التقدم بطلب لتغيير عنوان سكنهم عبر تطبيق إدولت. يستوجب ذلك إجراء عدة خطوات تتضمن اختيار الأشخاص الذين يريدون تغيير عنوان سكنهم، إما بتغيير عنوان سكن الشخص فقط أو تغيير عنوان سكن الأفراد الذين يتبعون له كأفراد العائلة. كذلك اختيار تاريخ الانتقال من العنوان الحالي والولاية والمنطقة وإدخال معلومات العنوان الجديد بالتفصيل. كما يجب الانتباه إلى أن يكون عنوان السكن فارغاً، أي لا يسكنه أحد، وإلا سيطلب من المتقدم مراجعة مديرية النفوس التابعة لمنطقة السكن. تضاعفت أجرة الساعة في ملاعب كرة القدم في مناطق النظام 100 مرة لتصل إلى 30,000 بعد أن كانت 300 ليرة. هذا وبرر صاحب أحد الملاعب في منطقة جرمانة الارتفاع بالاعتماد على البنزين لتشغيل المولدات بسبب الانقطاع المتواصل للكهرباء وعدم تخصيص محروقات مدعومة أو غير مدعومة لها، ما يضطرهم إلى شراء الوقود من السوق السوداء بأسعار مرتفعة. ورغم ذلك يعتبر صاحب الملعب أن أجرة التأجير رخيصة مقارنة بكلفة بقية الملاعب.